الحمد لله القائل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمدًا رسول الله أرسله ربه بالهدى ودين الحق هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فمع أعظم سور القرآن سورة ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، سورة نرددها في كل ركعة من كل صلاة، مفروضة كانت أم مسنونة لا تصح صلاتنا إلا بها. اشتملت على 7 آيات في 25 كلمة في 113 حرفا. سورة الفاتحة، هذه السورة المباركة أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم سور القرآن، كما ثبت من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. يقول رضي الله عنه: فقام صلى الله عليه وسلم متكئا على يدي، فلما أراد أن يخرج قلت: يا رسول الله، قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صليت بما تقرأ؟ فقلت: الحمد لله رب العالمين. فقال: هي أعظم سورة في القرآن، هي فاتحة الكتاب وأم الكتاب والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذه السورة المباركة أيها المسلمون عباد الله قد تعددت أسماؤها لعظمة معانيها، فتسمى فاتحة الكتاب لأنها أول سور القرآن وعنوان مقاصده، وتسمى أم القرآن لأنها قد اشتملت على أمهات المعاني التي أودعها ربنا في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ففي سورة الفاتحة ذكر صفات الجلال والكمال والجمال التي يتصف بها ربنا جل جلاله، وفي سورة الفاتحة بيان للعقائد التي ينبغي أن تنعقد عليها قلوبنا في ربوبية الله عز وجل وألوهيته وأسمائه وصفاته وما ينبغي نحوه من عبادته وتوحيده جل جلاله، ثم بيان معالم الصراط المستقيم الذي ارتضاه الله لعباده. وتسمى كذلك الصلاة، سورة الفاتحة تسمى الصلاة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل،
فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وتسمى كذلك المثاني، سورة الفاتحة تسمى المثاني. قال كثير من المفسرين هي المقصودة بقول ربنا جل جلاله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سميت سورة الفاتحة بالمثاني لأنها استثنيت لهذه الأمة فلم تعطها أمة من الأمم قبلها، أو لأنها تثنى في كل صلاة، أو لأن أهل السماء يصلون بها كما يصلي بها أهل الأرض، أو لأنها قسمت ثنتين فنصف لله ونصف لعبده، أو لأن الكلمات تثنى فيها. فنجد كلمة الرحمة تثنى الرحمن الرحيم، كلمة إياك تثنى إياك نعبد وإياك نستعين، وكذلك كلمة الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وكذلك عليهم تثنى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ومن أجل هذا سميت مثاني، والعلم عند الله تعالى. وهذه السورة المباركة كذلك تسمى الرقية، لما قرأ أحد الصحابة على رجل لدغ فبرئ بإذن الله، سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قرأت؟ قال فاتحة الكتاب يا رسول الله، قال وما يدريك أنها رقية؟ لعمرك إنها رقية حق. وتسمى كذلك الشفاء، وتسمى الأساس، وتسمى الكافية والشافية والوافية، وهي عوض من كل شيء وليس منها عوض، تسد مسد القرآن ولا يسد غيرها مكانها. لو أن إنساناً صلى فقرأ فاتحة الكتاب ثم ركع كانت صلاته صحيحة، ولو أن إنساناً قرأ القرآن كله سوى الفاتحة ما صحت صلاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، أي ناقصة لا تقع من الله بموقع القبول. أيها المسلمون عباد الله، قال المفسرون أنزل الله عز وجل على أنبيائه ورسله 100 كتاب و4 كتب، 104 من الكتب أنزلت على الأنبياء والمرسلين، جمعت معانيها في الكتب الثلاثة العظام التوراة والإنجيل والقرآن، وجمعت معاني هذه الثلاثة في القرآن، وجمعت معاني القرآن في سورة الفاتحة، وجمعت الفاتحة في الآية التي تقول إياك نعبد وإياك نستعين. هذه السورة المباركة قد اشتملت على أعظم ما يمكن ذكره في هذا الموضع، فاشتملت على ذكر الحمد الذي هو أكمل العبادات، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الحمادون، يحمدون الله في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في العسر واليسر، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، في الحرب والسلم. كلمة الحمد لله لا تفارق لسان المسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابته نعمة قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا نزل به بلاء قال الحمد لله على كل حال. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن عبداً قال يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فعضلت الملكين فلم يدريا كيف يكتبانها،
فصعدا إلى الله عز وجل وقالا: يا ربنا، إن عبدك قد قال كلمة لم ندري كيف نكتبها. قال الله عز وجل وهو أعلم: وماذا قال عبدي؟ قال الملكان: قال عبدك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قال الله عز وجل: اكتباها كما قالها عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. افتتح ربنا جل جلاله كتابه بالحمد، الحمد لله. هذه الكلمة كلمة عظيمة، رددها أيها المسلم بالليل والنهار بكرة وعشية، وهي كلمة كل شاكر. قالها آدم حين عطس، وقالها نوح حين ركب سفينته. قال الله له: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقالها إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وقالها داود وسليمان: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقالها أهل الجنة بعدما دخلوا الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد أكمل عبادة ذكرها ربنا جل جلاله في هذه السورة، ثم ذكر اسمه الأعظم الله الذي هو أعظم الأسماء وأشملها لمعاني الأسماء الأخرى، ثم ذكر ربوبيته للعالمين والعالمون كل ما سوى الله عز وجل. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ذكر ربوبيته للعالمين لأنها أعظم دليل على كمال عظمته وعلمه واستحقاقه للعبادة وحده جل جلاله. ثم ذكر أعظم صفاته، صفة الرحمة، الرحمن الرحيم. هذه الصفة التي يحتاج إليها العبد، بل يضطر إليها، لولا رحمة الله عز وجل لما وهبنا هذه النعم، لما هدانا صراطا مستقيما، لما أسبغ علينا آلاءه ونعمه ظاهرة وباطنة. فذكر ربنا جل جلاله في هذه السورة أعظم صفاته، ثم قال: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، العبادة هي أعظم حقوق الله عز وجل، والاستعانة أعظم حظوظ العبد. العبادة هي أعظم حقوق الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب بالنار من مات لا يشرك به شيئا. ذكر ربنا جل جلاله في هذه السورة أعظم حقوقه وهي العبادة، وأعظم حظوظ العبد وهي الاستعانة. ثم ذكر أعظم الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح صلاته بالليل دعا فقال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك،
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كونك يا مسلم تدعو ربك بأن يهديك صراطا مستقيما، هذا هو أعظم دعاء، لأنه جامع لخيري الدنيا والآخرة. فمن هدي صراطا مستقيما فمآله إلى الجنة، مصيره إلى رضوان الله. ثم بين ربنا هذا الصراط فقال: صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ هم أفضل الخلق، أفضل الخلق. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. هؤلاء هم أفضل خلق الله، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، نسأل الله أن يحشرنا معهم. ثم ندعو ربنا جل جلاله بأن يجنبنا صراط وطريق من غضب عليهم ولعنهم، أولئك الذين ضلوا وأضلوا وضلوا عن سواء السبيل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم اليهود، لأنهم علموا ولم يعملوا، ولا الضالين وهم النصارى، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم عبدوا الله على جهل. قال أهل العلم: ذكر اليهود والنصارى في هذه السورة لأنهم رؤوس فرق الضلال، فمن عبد الله على جهل ففيه شبه من النصارى، ومن علم ولم يعمل ففيه شبه من اليهود. أمرنا ربنا جل جلاله بأن نتبرأ من طريقهم، وأن نسأل الله عز وجل أن يجنبنا صراطهم. هذه هي سورة الفاتحة. أيها المسلمون عباد الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها إذا أصبح وإذا أمسى، ويقرأها في كل صلاة. كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يقطع الآي يمد صوته بها مدا صلوات ربي وسلامه عليه، كأنه يقف عند معانيها، يتدبر مراميها، وينظر في مغازيها، ويعتقد يقينا أن الله عز وجل يسمعه ويجيبه. وهكذا ينبغي أن نكون أيها المسلمون عباد الله. إذا قرأ الواحد منا سورة الفاتحة فليعلم يقينا أن الله سميع بصير، أن الله يسمع قراءته ويرى مكانه ويعلم بحاله. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين، كن على يقين بأن الله عز وجل يسمع لمن حمده، ويقول جل جلاله: حمدني عبدي. فإذا قلت الرحمن الرحيم، قال الله جل جلاله: أثنى علي عبدي. وهكذا من أجل أن يستحضر المسلم عظمة ربه وهو في صلاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب همومنا، وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن الصلاة هي أحسن ما عمل الناس، وهي آكد أركان الإسلام، وأنه لا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا يخشع فيها إلا مفلح، ولا يفرط فيها إلا منافق. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. واعلموا إخوتي في الله أن للصلاة أركانا قولية ثلاثة، وهي تكبيرة الإحرام وفاتحة الكتاب وتسليمة التحليل. فاحرص أيها المسلم على أن تقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة إماما كنت أو مأموما أو منفردا، في سرية أو جهرية، في نافلة أو فريضة، اقرأ فاتحة الكتاب، فإنها أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي آتاه الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، عباد الله، في هذا الأسبوع استؤنفت المفاوضات بين وفد الحكومة ودولة الجنوب، وهذه المفاوضات نسأل الله عز وجل أن يعطينا خيرها وأن يكفينا شرها، وأن تعود على البلاد أمناً واستقراراً وسلاماً ورخاءً. لكن رسالةً لا بد من توجيهها لمفاوضينا، نقول لهم: اتقوا الله عز وجل في هذه الأمة، ولا تعرضوها للأخطار، كونوا أقوياء، لا تمنحوا ما لا تملكون، ولا تجعلوا مستقبل هذه البلاد معرضاً للعواصف والرياح والأعاصير، بل كونوا أقوياء في حقكم. اتقوا الله عز وجل في أمتكم، كونوا على الحق ظاهرين ولعدوكم قاهرين، لا تتنازلوا ولا تهنوا، وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. لا تكن اتفاقياتكم كما كان فيما مضى اتفاقيات هزيلة، نصوصها مطاطة وكلماتها مبهمة، ثم بعد ذلك كل يفسر بما يشتهي. ولا تخضعوا لابتزاز الاستعمار وأذنابه من هؤلاء الزعماء الأفارقة الذين يستأسدون علينا وهم في الواقع لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًّا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا، ويتكلمون بلسان غيرهم. لا تخضعوا لابتزازهم، بل لابتزاز من ورائهم من الصليبيين واليهود، فإنهم يكيدون لهذه البلاد كيدًا، ويمكرون مكرًا كبارًا من سنوات بعيدة. والله عز وجل يقول: بلى، إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذا كان صبر وتقوى، فالله عز وجل قادر على أن يجعل كيدهم في نحورهم، وهو القائل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وكذلك إخوتي الكرام، لا بد أن نذكر سوريا، وما أدراك ما سوريا. ما زالت الأرواح تزهق، والدماء تسيل، والجرائم ترتكب، والرقاب تطير، والحرائق في كل مكان، وما زال النظام البعثي النصيري الكافر الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، يمارس بطشه وإجرامه وطغيانه في ظل تواطؤ عالمي وصمت دولي، سوى كلمات جوفاء لا تقدم ولا تؤخر. لما؟ لأنهم يعلمون أن هذا النظام هو بائع الجولان وحامي حمى دولة اليهود، وأنه شوكة
في خاصرة الجهاد والمجاهدين، وأنه يقول ما لا يفعل ويحب أن يحمد بما لم يفعل. يعرفون خصائصه وسماته ومميزاته، ولذلك لا يريدون أن يستبدلوه حتى يوفروا من يقوم بهذه الخدمات أو أحسن منها. لكننا نقول إن شاء الله إخواننا المجاهدون في سوريا منصورون، وهؤلاء الماكرون الله من ورائهم محيط. الله عز وجل قادر على أن يجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يكفي المسلمين شرورهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعجل فرج إخواننا في سوريا. اللهم أحسن خلاصهم، اللهم فك أسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم داوي جريحهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم كن لهم نصيرا ومعينا وظهيرا يا أرحم الراحمين، يا من لا يغلب جنده ولا يخلف وعده. نسألك لإخواننا نصرا عزيزا وفتحا قريبا. اللهم اجمع كلمة إخواننا في مصر على كلمة سواء. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انزع الولاية من شرارهم يا رب العالمين، يا من أنت على كل شيء قدير، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخية رخية وسائر بلاد المسلمين، وردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، ارفعنا ولا تضعنا، اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا ونفس كروبنا واستر عيوبنا وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وبلغنا آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبارك لنا في أزواجنا وأولادنا وأموالنا وقنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا، تقاربوا واستووا، حالوا بين المناكب والأقدام، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، أكملوا الصف الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى
فجعله فاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله.